بكم في فيديو جديد. معكم أخوكم خالد، واليوم سوف أعطيكم 10 أشياء تجعلك أكثر جاذبية وأناقة في أعين البنات وكذلك في أعين الجميع. وقبل أن نبدأ، اضغط على زر اللايك وساعد القناة على النمو. فلنبدأ برقم 1، وهو فتح أزرار القميص. هل تعلم من يغلق جميع الأزرار؟ الطفل الصغير الذي تلبسه أمه ملابسه في الصباح. أما أنت فأنت رجل ناضج ولا بأس بفتح أحد الأزرار، إلا في حالتين طبعا، إذا كنت سترتدي ربطة عنق أو إذا كان الطقس بارد جدا. غير هذا لا تخجل من فتح أحد الأزرار. والآن رقم 2، وهو ثني أكمام القميص. عندما أرتدي قميص من دون بليزر مستحيل أن أترك اليدين عادية، فهو بالنسبة لي مظهر ممل جدا. لهذا السبب دائما أقوم بطي الأكمام، وهناك طريقتين سهلة جدا. الطريقة الأولى وهي الطي العسكرية، وهي طريقة سهلة جدا، تقوم بفتح جميع الأزرار بما فيها الزر الأوسط، ثم بعد ذلك تقوم برفعها إلى المرفق وتقوم بطي القماش وإدخال جميع القماش الزائد وسط الطي، وهكذا تنتهي بطية عسكرية جميلة وسهلة. وعندما تريد أن تفتحها فقط أمسك بنهاية أحد الأكمام وقم بجذب القماش، سهلة جدا. الطريقة الثانية تقوم بفتح الأزرار الأمامية والزر الأوسط يبقى مغلق، ثم تقوم برفع القماش إلى نصف المرفق، ثم تقوم بطية واحدة منظمة وجميلة، كذلك سهلة جدا. وهذه أشياء سهلة جدا ولكن تجعلك أكثر أناقة وجاذبية. رقم 3، طي السروال. والكثير من الناس إلى حد اليوم ما زالوا يعتقدون أن سبب طي السروال هو إظهار الأقدام، وهذا أمر سخيف جدا. تقوم بطي السروال لأنه عندما يكون سروالك طويل وواسع جدا عليك سوف يجعلك تظهر أقصر، وكذلك سوف يخفي حذائك. لذا كل ما عليك أن تفعله هو أن تقوم بتعديل طول وعرض سروالك على حسب جسمك، وهكذا سوف تظهر أطول بقليل، وكذلك حذائك سوف يكون أجمل بكثير. لهذا السبب إن كنت تريد أن تكون أكثر أناقة وجاذبية قم بطي السروال. رقم 4، الرائحة الجيدة. تخيل أنك معجب بفتاة منذ مدة طويلة، وهذه الفتاة جميلة جدا، وأنت تريد الذهاب والتحدث معها، وأخيرا عندما تشجعت وذهبت للحديث معها ألقيت التحية وكل ما تشمه هو روائح سيئة وروائح العرق، هل ستريد البقاء والحديث معها؟ طبعا لا. ونفس الشيء لنا نحن الرجال، إذا كانت رائحتك سيئة فلن يريد أحد البقاء والتحدث معك. لهذا السبب يجب أن يكون عندك على الأقل علبة عطر واحدة رائحته قوية ورجالية، وهكذا تكون رائحتك دائما جذابة والجميع يريد أن يكون بقرب. وإن كنت لا تعرف أي شيء عن العطور شاهد هذا الفيديو وسوف تتعلم الكثير. رقم 5، ارتداء أحذية رجالية. إذا كان عمرك فوق 20 سنة فحسب رأيي قد حان وقت التخلي عن الأحذية الطفولية مثل الجوردنز وغيرها من الأحذية التي يرتديها جميع الأطفال من سن 10، وتبديلها بأحذية كاجوال بسيطة وأحذية جلدية جميلة أو ببعض أنواع البوت الجذاب. وهذه الأحذية تصرخ أنا رجل ولم أعد طفل صغير أرتدي قوس قزح بأكمله في أقدامي أو مركبة فضائية. رقم 6، الملابس الكلاسيكية. وعندما أقول كلاسيكية فهذا لا يعني ربطة عنق وبذلة رسمية، فالتيشيرت الأبيض بسيط هو قطعة كلاسيكية، والبليزر هي قطعة كلاسيكية، وسروال الجينز الأسود هو كذلك قطعة كلاسيكية. وهذه الكلمة تعني ملابس موجودة منذ مدة وموجودة الآن وستبقى موجودة حتى بعد 10 سنوات، على عكس الموضة فهي مؤقتة وليست جذابة ربما في أعين الأطفال فقط، وهذا حسب رأيي طبعا. رقم 7، امتلاك لحية. الله سبحانه وتعالى أعطانا اللحية لتكون زينة لوجوهنا ولتجعلنا أكثر جاذبية ووسامة، ورغم ذلك تجد الكثير من الرجال يقومون بحلق لحيتهم بشكل يومي وتكون وجوههم مثل وجوه الأطفال. طبعا إذا كان عملك يتطلب حلق اللحية يوميا فأنت لا تملك خيار، أما بالنسبة للبقية فاتركها تنمو قليلا وحافظ على نظافتها وجمالها واشكرني لاحقا. رقم 8، شعر الجسم. طبعا شعر الأقدام واليدين والصدر يجب أن يبقى في طول معقول ولا يجعلك تبدو مثل الشمبانزي، ولكن الكثير من الرجال يقومون بحلق كل شيء بالشفرة ويجعلون أنفسهم مثل الأطفال حديثي الولادة، وعندما تراه بشورت تخطئ وتظن أنه فتاة. يعني يا إخوان نحن رجال ولا يجب أن تقوم بحلق كل شيء بالشفرة، فقط ابقه في طول معقول، كما أن الدراسات أثبتت أن البنات يجدن الرجل الذي يكون لديه شعر في جسمه أكثر جاذبية من الرجل الذي يقوم بحلق كل شيء. رقم 9، امتلاك جسم قوي. وهذا أكيد، في الفتاة تريد أن تكون في أمان وتشعر أنها محمية من قبل الرجل، وهذا أيضا لا يعني أن تكون لاعب كمال أجسام وعضلاتك أكبر من رأسك، لأنه صدق أو لا تصدق أغلب البنات يتقززن من هذا الجسم. هذا يعني أنه لا يجب أن تكون نحيف
ولا يجب أن تكون سمين ولا يجب أن تكون مشحون بالعضلات. يجب أن تمتلك جسم متوسط ومتناسق وجميل وعضلاتك في حجم معقول. وهذا الجسم ليس صعب جدا للوصول إليه، فقط حمية غذائية جيدة وتمرين متواصل في الجيم وسوف تحصل على الجسم المثالي. رقم 10، الملابس السوداء، وخاصة عندما تكون جميع الملابس في اللون الأسود وتضيف معهم جميع النصائح التي ذكرتها سابقا، سوف تصير مغناطيس الفتيات يا صديقي. وذلك لأن اللون الأسود يناسب الجميع ويضيف إليك الغموض والقوة. وهكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تبخل علي بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة الثانية، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.